الجنوب افريقي كيفن جونسون. سؤالي الاخير ليك، بيتسو موسيماني من وجهه نظرك هل رحل عن النادي الاهلي، او معرفتك ببيتسو موسيماني يعني بحسب معرفتك لبيتسو موسيماني، هل رحل عن النادي الاهلي بارادته؟ مره اخرى، هل بيتسو موسيماني بحسب معرفتك به هل رحل عن النادي الاهلي برغبته ام رحل عن النادي الاهلي مجبرا؟ No, I'm sorry. I have no comment on that. I have no comment. I think you need to speak to Mr. Musimani. أنا ليس لدي تعليقا بهذا الأمر، عليك التحدث للسيد موسيماني. ليس لدي أي تعليق سيد كريم.